بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اتبعه إلى يوم الدين. متابعيني هبتدي معاكم الوصفة السحرية للعلف. أنا بدأت أعمل خليط العلفة بتاعي للكتاكيت. بصوا زي ما أنتوا شايفينهم عليهم ما شاء الله، يعني أهو الردة دي ردة، وده شامي مطحونة، دي شامي مطحونة أهي، ودي ردة ردة تخينة شوية اللي هي نخالة الدقيق أو نخالة القمح اللي هي بتاعت اللي بيجيبوها للعيش. وزي ما قلت لكم دي شامي مطحونة أو بنقول عليها شامي مدشوشة على حسب. هنا شايفين ما شاء الله عليهم، يعني إيه، أنا لسه يا دوب هدخل معاهم الشامي، فبرضو عندهم استقبال ليهم إن هم ياكلوا. ودي طبعا العلف البادي، العلف البادي او العلف اللي هو المرحله الاولى. طيب وهنا ايه حاطه ايه كمان؟ هنا العيش زي ما انتم شايفين اهو، ده عيش انا طحناه، عيش مطحون او عيش مهروس على حسب. هنا باقي الخلطه القديمه اللي عندي، فانا بحط في الجردل ده زي ما انتم شايفين، وبعد كده اهو ايه بقوم قافلاه كده اهو بالغطا ده، وباخد له منهم كل ايه مآجي. هنخلط مع بعض الخليط ده كله كده هو واحده واحده وسوا. شايفين هما ما شاء الله يعني ايه عايزين ياكلوا، احط لهم الاكل. نبتدي مع بعض احط لهم اخلط لهم العلف واحنا مع بعض. احط الرده دي زي ما قلت لكم، انا بحط البادي للكتاكيت البيضة. زي ما قلت لكم انا قبل كده، انا عامله خليط كده، عندي فراخ بيضه، الفراخ البيضه دي، وعندي ما شاء الله البط، والفراخ البلدي المشعر، وفي عندي فيومي اهو هي ده، تعالى الفيوم اهو، عندي فيومي، وعندي كمان فرخين رومي هوريهم لكم دلوقتي. فانا عامله الخليط ده كله عشان ايه الاكل يناسبهم كلهم. حاطه البادي، حطيت البادي الاول، وهو بعد كده حطيت اللي هي نخاله القمح الرده، وبعد كده حطيت ايه العيش اهو، العيش مطحون. العيش المطحون لو واخدين بالكم في حتت كبيره عادي هما بيسيبوها تحتهم، وانا برجع المها عادي، مفيش مشكله فيها. وبعد كده هو ايه بقوم حاطه اخر حاجه الشامي المطحونه، او هحط معاكم الشامي تاني. الخليط ده يا جماعه زي ما انتم شايفين، لو انتم عندكم خليط طيور كده اهو زيي ماشي، لا مفيش خليط طيور، فعادي لو حابين تقتصدوا شويه في البدل العلفه العلف البادي وكده اهو، وعندك شوية ردة مثلا، عندك شوية عيش هتصحنيهم، فدي برضو خلطة اقتصادية جدا لإيه لكل أنواع الكتاكيت. يعني أهي بقت بالمنظر ده، شايفينها فيها كل حاجة أهي، العلف باينة، وفيها علف، فيها الردة، حتى ردة قليل خالص علشان إيه ما البط قليل يعني اللي بياكل، والرومي، وحاطه فيها زي ما انتم شايفين اهو التاني باين برضو الشام المطحونه والعلف. هغرف لهم اهو عشان ياكلوا. اهم حاجه لو عجبتكم الوصفه لازم تدوسوا لايك على الفيديو. هم ما شاء الله بداوا ياكلوا، وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.